هقول لك على حاجه، يوسف زي اي حد، زي اي حد. يوسف ده لو حد لو عرفته ما اقولكش اسطوره، يوسف اسطوره بجد. انت مش ما تعرفش يوسف اصلا، يوسف ده اسطوره. كلميني عنه، يوسف الاسطوره زي ما انت بتقول. يوسف من اصغر واحد لاكبر واحد، يوسف من اصغر واحد لاكبر واحد، بيحبوا يحترموا الرجوله ادب. شايفين امتحاناتهم جايين، عندهم دروس ثانويه عامه وجايين بجد، مش عارفه اقول لهم ايه اصلا. هتعملي ايه بعد الحكم على بعد الحكم النهارده؟ هعمل عزا كبير واحد يوصل للمقابل دلوقتي، هروح له حالا. هتقولي له ايه اول حاجه؟ وهعمل عزا، هعمل كل حاجه. هتعملي العزا فين حضرتك؟ هقول له يا حبيبي مبروك حقك، حقك يا حبيبي الحمد لله. هتعملي العزا في المحله ولا هتعملي هنا وهنا؟ وهذبح هنا وهنا. في الكوم الطويل. ان شاء الله هعمل كل حاجه. هنعمل قاعده هنا، نعمل عندنا في الكوم الطويل في اي حته. صحابي اللي هم عايزينه هم اللي يقرروا. سابنا حقنا. وربنا ايه عطانا حقنا. الله يرحمك يا يوسف. دلوقتي اقدر اقول انا ما كنتش بقول كلمه الله يرحمك دي، ما كنتش بقولها. الحمد لله دلوقتي ابني مات. ارتحت دلوقتي خلاص. انذبح اتقتل زي ما قتل ابني. قصاص. ربنا كبير، ربنا كبير بجد الحمد لله. لما نزلت كده من المحكمه ولقيت اصحابه عمالين يهتفوا ويقولوا حقك جاي يا يوسف. كفايه عليها. انا عارفه انهم مستنيين. كانوا مستنيين الحكم على نار، كانوا كلهم مستنيين تحت، سايبين امتحاناتهم ودراستهم واشغالهم ومستنيين على التواجد، وشايفينهم يعني طابعين كمان لافتات تحمل صوره يوسف واسمه. لما شفت صوره يوسف النهارده وهم شايفه على تيشيرت احد اصدقائه وزملائه، دي صوره يوسف. والله العظيم كان زي القمر اقسم بالله، وكان قلبه حنين قوي، كان زي القمر والله. الحمد لله، ربنا يعوضني خير يا رب. الحكم بره نارك. الحمد لله عامل له عزا، كان نفسي كنت كل ما اعدي على عزا احزن، اقول ابني ما تعملوش عزا زي الناس اللي ماتت. كنت بموت لما بشوف عزا، اقسم بالله كنت بموت. نفسي اعمل له عزا يا حبيبي، هعمل له، هعمل له كل حاجه. تاخدي عزا ابنك النهارده وانت نارك جاي. هعمل له عزا وهعمل كل حاجه. طبعا هعمل له اكبر عزا. مين اكبر الداعمين ليكي كان في قضيه يوسف خلال الاشهر طبعا بابايا، بابايا طبعا وقف جنبي وساندني، وجوزي. مين اول حد كنت حريصه ان انت اول ما تطلعي من المحكمه تبلغيه بالحكم؟ صحابه، عشان عارف يا حبايبي قاعدين يرنوا عليا طول الوقت وانا جوه. ايه اللي ما خلاهمش جم النهارده الصبح؟ موجودين؟ لا جم في نهايه الجلسه. لا 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 لا